تواصل عمليات التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب ب14 محافظة. المتحدث باسم العليا للانتخابات يؤكد انتظام سير العملية الانتخابية في جميع اللجان الفرعية. المصريون في الخارج يواصلون لليوم الثاني والأخير الاقتراع بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب. بدء مباحثات القمة الثنائية بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء. الرابعة مساء بالقاهرة الثانية بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من النيل، أهلا بكم. تتواصل عمليات التصويت في اليوم الأول من جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، والمقرر أن تستمر حتى الساعة 9 مساء على مدار يومين، وتجرى جولة الإعادة بجميع الدوائر بنظام المقاعد الفردية عدا 4 مقاعد حسمت من الجولة الأولى. وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، وقنا، والأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الأسكندرية، البحيرة، ومطروح. ويتم حسم هذه الجولة الانتخابية بحصول الفائز على الأغلبية النسبية وهي العدد الأكبر من الأصوات الصحيحة. أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس الانتظام التام في عمل كافة اللجان الانتخابية الفرعية، وأن عمليات إدلاء الناخبين بأصواتهم تجرى بكل دقة وإحكام من خلال إشراف القضاء على أعمال تلك اللجان. وأضاف المستشار أيمن عباس أن اللجنة كانت قد تلقت في اللحظات الأولى لبدء الاقتراع ما يفيد بتأخر فتح عدد محدود جدا من اللجان الانتخابية عن العمل، مشيرا إلى أن اللجنة العليا قامت بالتعرف على أسباب ذلك التأخير وقامت بإزالة أسبابه على الفور، وهو ما ترتب عليه انتظام العمل في تلك اللجان وجرت بالفعل بها عمليات الاقتراع. تشهد اللجان الانتخابية بمحافظات الجمهورية توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى تحت إشراف قضائي وتأمين مكثف من قبل القوات المسلحة والشرطة. يدلي الناخبون بأصواتهم في جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة لحسم اختيار نوابهم في مجلس النواب، وتشمل جولة الإعادة الدوائر بنظام المقاعد الفردية ما عدا 4 مقاعد فردية تم حسمها من الجولة الأولى، في حين تم حسم دائرتي القوائم في الصعيد وغرب الدلتا لصالح قائمة في حب مصر والتي فازت ب60 مقعدا. يتنافس المرشحون بجولة الإعادة على 209 مقاعد فردية في 99 دائرة ب14 محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح. وكعادتهم في أداء واجبهم الوطني يتولى رجال القوات المسلحة بالتنسيق مع رجال الشرطة المدنية تأمين مقرات اللجان الانتخابية على مستوى المحافظات من أجل إخراج العملية الانتخابية في أفضل صورة. كما يشرف القضاة وأعضاء الجهات القضائية على اللجان الـ14 والتي تجرى بها جولة الإعادة، وتستمر الجولة لمدة يومين على أن تغلق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني، ويتم بدء فرز الأصوات باللجان الفرعية لتكون مصر قد وصلت إلى منتصف الطريق في تشكيل برلمانها الجديد الذي سيكون أمامه مهام جسام وتعلق عليه آمال عريضة من قبل المصريين. من المتابعة معنا عبر الهاتف الزميل عمرو عبد العزيز من اللجنة العليا للانتخابات. عمرو، وأنت معنا مباشرة من مقر اللجنة العليا للانتخابات، ما هي أهم متابعاتك بعد حتى المؤتمر الصحفي للجنة؟
نعم سحر، يعني ما زلنا حتى هذه اللحظة نتابع من مقر اللجنة العليا للانتخابات وغرفة العمليات الخاصة بها الجولة الثانية من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، والتي يتنافس فيها 418 مرشحا على 209 مقاعد في 99 دائرة، فيما أن يتبقى 26 مرشحا يتنافسون في 4 دوائر على 13 مقاعدا، وهي الدوائر التي تم تأجيل الانتخابات فيها: دمنهور في البحيرة والوسطى وبندر بني سويف في محافظة بني سويف والرمل بالأسكندرية. وقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في هذا اليوم أنه سيتم تحديد موعد في خلال 60 يوما لإعادة هذه الانتخابات في هذه الدوائر. أما عن متابعتنا لطبيعة سير العملية الانتخابية على مدار اليوم، فقد أكد المستشار عمر مروان خلال لقائي معه وأيضا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل بأن العملية الانتخابية تمر بشكل جيد جدا على مدار اليوم في 14 محافظة. يعني تأخرت عدد من اللجان في فتح أبوابها أمام الناخبين، لم يتعدى وقت التأخير أكثر من ساعة كحد أقصى أمام الناخبين. هناك يعني شكاوى قليلة جدا وضعيفة ليس من شأنها أن تعطل سير العملية الانتخابية، وهي شكاوى عن دعاية. عمرو، هل حددت اللجنة العليا للانتخابات عن الإجراءات تجاه بعض المخالفات التي رصدتها اللجنة في الإسكندرية وأسيوط وأسوان والجيزة؟ يعني نعم سحر، قررت اللجنه العليا او اعلنت اللجنه العليا عن التعامل مع هذه المخالفات التي حدثت في هذه المحافظات التي ذكرتيها بالشكل القانوني، وقد تم تحويل عدد من مرتكبي هذه المخالفات الى النيابه العامه لاتخاذ الاجراءات القانونيه حيالهم. ايضا ذكر المستشار عمر مروان بان هناك احدى المنظمات الحقوقيه وهي منظمه المعهد الديمقراطي التقى وفد منها في هذا اليوم بالمستشار ايمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وقد أكد أن العملية الانتخابية تقوم في مصر بأفضل شكل ممكن، وأشاد بالاستعدادات والإجراءات المتقنة التي اتخذت من قبل اللجنة العليا للانتخابات ومن قبل أيضا كافة مؤسسات الدولة التي تقوم على العملية الانتخابية، سواء من إجراءات تأمينية من قبل القوات المسلحة والشرطة، سواء من المنظمات الحقوقية المدنية، سواء من وسائل الإعلام. يعني أشادوا بشكل كبير بالعملية الانتخابية برمتها في مصر. أيضا يعني تحدث المستشار عمر مروان عن ان صدرت احكاما من هيئه قضايا الدوله بصدد الطعون المقدمه في الخاصه بالانتخابات، وقد تحدثت عن ان هناك 367 حكما في صالح الدوله، اي بنسبه 88.6%، هذا لصالح الدوله، فيما ان هناك 47 حكما ضد الدوله، اي بنسبه 11.4%. كما ذكرت ايضا اللجنه العليا الانتخابات أن عملية التصويت بالخارج تقوم بأفضل شكل ممكن، نسبة التصويت في دولة الكويت هي ما تتصدر المشهد، تليها دولة السعودية ثم أخيرا دولة الأردن. إليك صح. أشكرك الزميل عمرو عبد العزيز من اللجنة العليا للانتخابات، شكرا لك. ونتحول إلى زميل رمضان المطعني من المنيا. رمضان، آخر متابعاتك حول نسبة التصويت بلجان بالمنيا. نعم، بعد نصف ساعة من الاستراحة المخصصة للقضاء من الساعة الثانية والنصف حتى الثالثة والنصف بدأ توافد الناخبين بعض الشيء للتصويت في اللجنتين الخامسة، لجنة 25 ولجنة 26 بمدرسة المنيا الثانوية، ويبلغ الكتلة التصويتية للجنتين وهي 3000 صوت حتى هذه اللحظة ومنذ ساعات الصباح الأولى. وحتى الآن نستطيع أن نقول أن نسبة التصويت قاربت إلى ما بين 10% و 15% من نسبة التصويت، ولكن المشهد يبدو عليه تغيير بعض الشيء في الإقبال الملحوظ لفئة الشباب مع فئة كبار السن وغياب السيدات هنا في مدرسة المنيا الثانوية. بالمدارس المجاورة هنا في بندر المنيا هناك إقبال ملحوظ نظرا لوجود بعض النقل الجماعي للناخبين من قبل بعض المرشحين على اللجان ومدارس بعينها. نستطيع أن نذكر أسماء بعض تلك اللجان وهي مدرسة طه حسين والاتحاد ورفاعة الطهطاوي ومجمع المدارس بكفر المنصور، وأيضا دائرة مركز المنيا صفت الخمار يوجد أيضا نقل جماعي للناخبين خاصة في اللجنة 41. أيضا دائرة مركز
ملوي يوجد هناك دعاية انتخابية لصالح أحد المرشحين. أيضا هناك واقعتان يجب ذكرهما، وهي الواقعة الأولى أن مديرية أمن المنيا ألقت القبض على 3 متهمين لتوجيههم الناخبين، وذلك بمركز صملوط شمال المحافظة. الواقعة الأخرى التي وجب التنويه عليها أن هناك أحد الأشخاص انتحل صفة أخي ودخل للتصويت في اللجان. هذا أخي يدعى جمال، وهو مسافر في سفر إلى الخارج، وتم كشف الواقعة وتم القبض عليها. أيضا هناك بعض المعلومات التي أتت إلينا عن بعض غرب المنيا والقرى، هناك حشد وتصويت ونقل جماعي لبعض المرشحين، وهناك مخالفات للدعاية الانتخابية في خارج اللجان. كما تعلمين أن جولة الإعادة هي الجولة الحاسمة والفاصلة خاصة في الصعيد. هناك القبلية والعصبية منتشرة خاصة في القرى، وهذا يجعل أن معدل التصويت قد يتزايد في الساعات القادمة وفي اليوم الثاني من جولة الإعادة. بشكرك رمضان المطعني من المنيا، ونتحول إلى أسوان والزميل أحمد أبو الحسن. أحمد، ما هي آخر متابعاتك بداخل اللجان من حيث إقبال الناخبين على التصويت؟ بداية، هنا في محافظة أسوان نحن نتواجد في اللجنة الأولى، اللجنة العامة الأولى. هذه اللجنة المشهد بها لم يختلف كثيرا عما كان عليه منذ الساعة 9 صباحا، حيث الإقبال كبير من السيدات وأيضا قلة عدد الناخبين من قبل الشباب والرجال. ولكن الأمر يعني اختلف بعد فترة الاستراحة التي تمت منذ الساعة 2:30 حتى الساعة 3:30، حيث بالتواصل مع اللجان قطع الهواء أو قطع. ونستكمل نشرتنا لحين العودة إلى الزميل أحمد أبو الحسن، لأننا فقدنا الاتصال من المصدر. من جانبه أكد المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان الفرعية والبالغ عددها 12,559 لجنة. وأضاف مروان خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات أن هناك تأخيرا في فتح بعض اللجان وعددها 14 لجنة، وتم ضبط 4 مخالفات دعاية انتخابية بالأسكندرية وأسيوط وأسوان والجيزة. تعقد اللجنة العليا للانتخابات منذ الصباح الباكر اجتماعها لمتابعة أحداث اليوم الثاني من تصويت المصريين في الخارج وأحداث اليوم الأول من تصويت المصريين في الداخل. انتظم العمل في جميع اللجان الفرعية اليوم وعددها 12,559 لجنة فرعية. 559 لجنة فرعية. وهناك تأخير في فتح بعض اللجان عددها 14 لجنة. وتم ضبط 4 مخالفات دعاية انتخابية في محافظات اسكندرية وأسيوط وأسوان والجيزة. ونتحول إلى زميل علاء منتصر من غرفة عمليات حقوق الإنسان. علاء، أهم ما رصدته لجنة حقوق الإنسان من بداية اليوم، بداية التصويت حتى الآن. يعني بالفعل سحر، بدأت غرفتي العمليات التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة أول أيام إعادة الانتخابات في معظم المحافظات التي تجرى فيها الإعادة. يعني في البيان الأول الذي عن الغرفتي العمليات كان هناك بعض الملاحظات التي جاءت به، مثل تأخر فتح بعض اللجان في عدد من المحافظات بالإضافة إلى أمام إحدى اللجان في الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة. واسمح لي للوقوف على آخر ما تم رصده من شكاوى الآن أو حتى هذه الساعة منذ بدء العملية الانتخابية. ينضم إلينا الأستاذ نبيل شلبي مدير غرفة العمليات بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان. أستاذ نبيل،
على آخر ما تم رصده أو تلقيه من شكاوى حتى هذه الساعة؟ الغرفة بدأت عملها من الصباح الباكر حول متابعة العملية الانتخابية في جولة الإعادة من خلال فرق العمل الميدانية الموجودة لنا في المحافظات اللي لنا فروع فيها في المجلس، كمان من خلال الفرق الميدانية في مناطق الجيزة كلها تقريبا. غطينا مناطق جنوب الجيزة، حاليا موجودين لنا مراقبين بيقدروا يتابعوا. كله بيتكلم حوالين فكرة ان في الصباح الباكر كان شاهد بعض اللجان تأخر فتح بعض اللجان نتيجة بعض مشاكل، تأخر موظفين، بعض القضاة جم متأخرين إلى آخره من هذه الملاحظات العامة. كمان استمرار بعض الدعاية الانتخابية اللي ضبط في محيط بعض اللجان، وده موجود رصد حتى كمان بين اللجنة العليا اللي صدر منذ قليل، كان بيأكد على نفس المعلومات اللي احنا تقريبا أو المؤشرات الغرفة الغرفتين رصدوهم والمراقبين بتوعنا على العمل الميداني في الأرض. في بعض الملاحظات العامة اللي هي كانت موجوده برضو في العمليه السابقه او في الجوله الاولى من المرحله الاولى، برضو عدم وجود اللجان في الادوار العليا ده بيعيق بعض كبار السن وذوي الاعاقه من ان هم يمكنوا من الوصول لمقربة. طبعا لو اتكلمنا على الاقبال بالنسبه للعمليه الانتخابيه في الصباح ان كان الاقبال ضعيف، وان كنا نامل على نهايه اليوم الانتخابي ان تزيد العمليه. برضو ده ما منعش ان وجود بعض المشكلات اللي رصدتها الغرفه زي حدوث اشتباكات بين انصار مرشحين وبعضهم البعض، كان ابرز تلك الحالات في الحومضيه في مجمع انتخابي هناك بين انصار مرشحين بيتنافسوا على في جوله الاعاده، وابرز ده اللجنه العليا به. كمان استمرت الغرفه في الرصد الاعلامي لبعض الاحداث، وكان من ضمنها العثور على جسم في هيكل ابوه يعتقد ان هي ابوه متفجره، ولكن تبين من الفحص ليها من لجنه الحمايه المدنيه في البحيره ان هي مجرد هيكل ليس به اي متفجره. شكرا استاذ نبيل. هو كان يعني سحر كانت هذه اخر الشكاوى التي تم رصدها عن طريق فريق العمل الميداني الخاص بالغرف التابعه للمجلس القومي لحقوق الانسان. والجدير بالذكر ايضا ان الغرف تقوم بحصر ورصد وتسجيل كل هذه الشكاوى وعرضها على اللجنة العليا للانتخابات للفصل فيها، وفي نهاية اليوم من المقرر ان يصدر البيان الختامي لعمل اليوم وبه جميع الشكاوى التي وردت الى الغرفتين حتى اخر اليوم. اشكرك علاء منتصر من غرفة عمليات حقوق الانسان. ونتحول الى اسوان مرة اخرى والزميل احمد ابو الحسن. احمد، كنا نتحدث عن نسبة التصويت الان بالمقارنة بالساعات الاولى من الصباح. يعني بالفعل نستكمل ما ذكرناه، وهو أن نسبة الإقبال على اللجان الانتخابية في جولة الإعادة يعني تصدرت المشهد السيدات بشكل كبير، ليس فقط في هذه اللجنة ولكن أيضا في اللجان الفرعية الأخرى، وذلك من خلال متابعتنا مع بعض القضاة المشرفين على تلك اللجان. حتى يعني بعد أن تم يعني ساعة راحة للقضاة وبعد استئناف العمل بعد من الساعة 3:30 بدأت الأعداد تتوافد بشكل كبير من السيدات أيضا، ولكن المشهد ربما يعني يختلف عما كان عليه الصباح في زيادة أكثر من الأعداد التي أتت منذ الصباح للإدلاء بأصواتهن في خلال هذه الفترة. ولكن الجديد لدينا في هذا التوقيت أنه عندما تواصلنا مع اللجان الفرعية الأخرى في باقي الدوائر الأخرى وهي دائرة إدفو وكومومبو تحديدا، هذه الأماكن التي تحكمها العادات والقبليات والعصبيات نوعا ما، كانت منذ بداية الصباح لم تشهد إقبالا من الشباب والرجال، ولكن منذ قليل علمنا أن هذه اللجان الفرعية الانتخابية هناك بدأت تستقبل رجال وشباب أيضا في أماكن مختلفة من اللجان الأخرى في هاتين الدائرتين وهي دائرة كومومبو ودائرة إدفو، الدائرة الثالثة والدائرة الرابعة، نظرا ل يعني ربما تكون العصبية والقبليات لها دور كبير في خروج هؤلاء الناخبين للاتجاه وإلى الأصوات للإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية. أيضا بالنسبة للمدينة وهي مدينة أسوان وهي تمثل اللجنة الفرعية اللجنة الأولى العامة في أسوان، كما ذكرنا يعني الأعداد بالنسبة للسيدات ما زالت هي تتصدر المشهد، ولكن الرجال يعني لم يختلف المشهد
كثيرا عما كان عليه في الصباح. أما إذا تحدثنا عن الخروقات للجان الانتخابية أو للانتخابات في محافظة أسوان بشكل عام، فلم تسجل غرفة العمليات بالمحافظة حتى الآن يعني ما يتم ذكره أو يعني بعض الخروقات السلبية في هذه اللجان. يعني لم نعلم بأي خروقات تمت في أي لجنة من اللجان الفرعية في كافة المحافظة، ونعلم أن هذه اللجان وهي عددها 486 لجنة فرعية حتى الآن. إذا تحدثنا أيضا عن القضاء، فهي بالفعل بدأ القضاء المشرفين على هذه اللجان منذ الصباح من الساعة 9 صباحا وحتى الآن في يعني استقبال الناخبين، والعملية الانتخابية هنا تسير في محافظة أسوان بشكل جيد حتى الآن من ناحية التنظيم والإشراف، ولكن بالنسبة للناخبين والمقبلين كما ذكرنا. أشكرك الزميل أحمد أبو الحسن، كنت معنا من أسوان، ونتحول إلى الهرم والزميلة نشوى صالح. نشوى، أهم متابعاتك ومعلوماتك حتى هذه اللحظة. لا تزال العملية الانتخابية هنا في مدرسة هشام شتا بمنطقة العمرانية بالهرم، وهي أحد الدوائر أو المجمعات الانتخابية الهامة والكبرى في محافظة الجيزة. فهذا المجمع الانتخابي يضم 7 لجان فرعية بقوام 15204 صوت انتخابي. كما تعلمون أنه كانت هناك استراحة من الساعة 2:30 حتى تمام الساعة 3:30، تم إغلاق المجمع الانتخابي تماما ولم يسمح لأحد من الناخبين بالتصويت في هذه الانتخابات البرلمانية الهامة التي نختم بها ونتوج الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، خارطة المستقبل. ولكن تم ملاحظة ورصد من خلال شاشة وكاميرا قناة النيل للأخبار هنا في هذا المجمع الانتخابي أن هناك إقبال من الناخبين، وذلك بعد فترة الاستراحة، لدرجة أنه بعض اللجان الفرعية شهدت وجود طوابير للناخبين الراغبين في عملية التصويت. أريد أن أذكر أن محافظة الجيزة هي من أكبر محافظات المرحلة الأولى، وفي جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية للعام 2015، حيث أن قوام عدد الناخبين في مجمل لجان محافظة الجيزة يبلغ 4,800,000 ناخب. عدد المرشحين والمتنافسين في هذه في جولة الإعادة 72 مرشح انتخابي يتنافسون على 36 مقعد فردي، وذلك بعد فوز المرشح عبد الرحيم علي. معنا لمزيد من الإضاءات حول المشهد الانتخابي هنا في المجمع الانتخابي بمنطقة العمرانية مدرسة هشام شتا سيادة المستشارة ناهد فؤاد رئيس إحدى اللجان الفرعية. اليوم بدأ اليوم منذ الصباح الباكر، تم فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين منذ تمام الساعة 9 صباحا. رؤية حضرتك للمشهد النهاردة، هل الإقبال متوسط فوق المتوسط؟ كان الصبح متوسط، لكن بعد فترة الاستراحة من الساعة 3:30 كده ابتدت الإقبال يزيد، ولسه قدامنا للساعة 9 وإن شاء الله هتبقى أحسن بإذن الله إن شاء الله. من خلال خبرتك في رئاسة اللجان الانتخابية في المرحلة الأولى وغيرها من الانتخابات المستحقة في مصر، تقديرك هل هناك بعض التفاوت في الإقبال عن المرحلة السابقة؟ طبعا تفاوت فظيع، يعني احنا كنا في المراحل الثانية في الرئاسة في مجلس الشعب 2005-2012 كله كان في إقبال جامد جدا. دي بس لسه تجربة جديدة بقى، توزيع الدوائر الجديدة والفردي والقايمة، ولسه المرشحين جداد وجوه جديدة وكده، فده سبب التغيير يعني. لكن كل ما نمشي خطوة هتبقى أحسن إن شاء الله بإذن الله. من خلال تواجد حضرتك منذ الصباح الباكر في اللجنة هنا لرئاسة هذه اللجنة الانتخابية، هل شاهدتي أي خروقات، أي ما يشوب العملية الانتخابية؟ لا طبعا، كل واحد قايم بدوره على أكمل وجه، الجيش، الشرطة، الناخبين، مندوب اللجان، مندوب المرشحين، رؤساء اللجان، الحمد لله كله ماشي على ما يرام والدنيا متأمنة وزي الفل الحمد لله. لاحظنا مرور أكثر من جهة لمتابعة ورقابة العملية الانتخابية، أهم ما رصدتيه اليوم من هذه الجهات؟ متابعين دولي ومتابعين محلي ومقيمين وصحف، أعداد كتير جدا، أعداد كتير جدا وجنسيات مختلفة. كله شايف بيسأل الإقبال إيه، الظروف إيه، كله بيشوفوا على الطبيعة وبيرصدوا على الطبيعة.
وهم بقى اللي هيوفوا بتقارير الجهات اللي تبعها، كل واحد يقول رأيه حسب ما هو شايف. أشكرك سيادة المستشارة. إذا نحن هنا لمتابعة المزيد من سير العملية الانتخابية هنا في هذا المجمع الانتخابي. كما ذكرت فإن شاشة قناة النيل الأخبار رصدت إقبال الناخبين على هذا المجمع الانتخابي، وخاصة بعد مرور فترة الاستراحة التي امتدت لقرابة الساعة من الثانية والنصف حتى الثالثة والنصف عصرا. لا تزال العملية مستمرة بدون أي خروقات أو شوائب تشوب هذه العملية. الحالة الأمنية مستقرة منذ صباح الباكر، ولا تزال الدوريات الثابته والمتحركه تنتشر في محيط وحرم المجمعات الانتخابيه هنا في منطقه الهرم والعمرانيه. نعم اليكم. اشكرك الزميله نشوى صالح من الهرم، ونتحول الى سوهاج والزميل منذر ابو دوح. منذر، بعد انتهاء فتره الراحه داخل اللجان، ماذا عن نسبه الاقبال هذه اللحظه داخل لجان التصويت بالانتخابات البرلمانيه؟ بالفعل في المقارنة بين فترات وفترات التصويت نجد أن الفترة قبل إغلاق اللجان فترة الراحة وجدنا إقبال متزايد من قبل الناخبين من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية والنصف، مع بدء مع فتح باب اللجنة في الساعة الثالثة والنصف كان الإقبال ضعيف. شاهدنا إقبال بدأ يتزايد الآن، لكن في جولتنا داخل محافظة سوهاج في بعض القرى وجدنا أن الإقبال في القرى، وذلك من خلال حديثي مع رؤساء اللجان القضاء، يتحدث عن أن هناك أرقام أعلى بكثير عن المدينة، وهو إقبال من قبل سواء قاطني القرى للمشاركة في الانتخابات، وذلك بطبيعة الحال للظروف الانتخابية والطبيعة الخاصة بمحافظة سوهاج. وكذلك في حديثي مع بعض القضاة حول النسب أو أعداد المشاركين أو من قام من الإدلاء بأصواتهم، هناك الحديثة تتراوح الأعداد ما بين 9% إلى 15% نسبة المشاركة إلى الآن من قبل الناخبين، وفقا لجدال الخاصة ببعض القضاة في بعض اللجان الفرعية سواء كانت في مدينة سوهاج أو في بعض القرى، لكن ليست هي النسبة العامة في محافظة سوهاج، والتي سنعرفها بعد انتهاء الفرز غدا إن شاء الله، وذلك بعد إعلان اللجنة العليا الخاصة بمحافظة سوهاج النتائج الكاملة. لكن مع متابعتنا التواجد الأمني المكثف سواء في غالبية اللجان المنتشرة في محافظة سوهاج والتي تصل إلى 1383 لجنة فرعية منتشرة حولها لجان أمنية سواء من قوات الجيش أو قوات الداخلية لتأمينها وتكثيف العملية الأمنية والتسهيل كذلك على الناخبين عملية التصويت والاقتراع. وكذلك تابعناه التواجد من قبل المسؤولين في المحافظة للتسهيل حركة أو تسهيل عملية الاقتراع سواء من قبل الناخبين أو من قبل القضاء المشرفين على العملية الانتخابية داخل محافظة سوهاج. منذر، من خلال لقاءاتك بالجمهور أو المواطنين، ما هي أهم انطباعاتهم حول العملية الانتخابية هذه المرة، وخاصة وأنت في محافظة سوهاج وكما قلت أنها محافظة لها طبيعة خاصة؟ بطبيعة الحال ما تم رصده وما تم متابعته مرحلة والاسبوع الماضي ان مشاركة كبار السن والمرأة مشاركة عالية جدا في نسبة التصويت واقبال الناخبين على لجان الاقتراع، وكذلك رغبتهم في المشاركة في التصويت لاختيار برلمان 2015 وان يكون المرشح قادر على او البرلماني المختار ان يكون قادر على تمثيلا جيدا في البرلمان الجديد. وكذلك ما تابعناه وما رصدناه هدوء او قله اعداد الشباب المشاركين في التصويت او عمليه الاقتراع سواء في الاسبوع الماضي او الى الان داخل عمليات داخل لجان الاقتراع. كذلك ما رصدناه هو الحمد لله ان استمرار الهدوء في جميع اللجان من خلال عدم وجود اي مشاحنات مثل ما يحدث في غالبيه المحافظات، وذلك للتواجد الامني المكثف من قبل القوات الداخليه وقوات الجيش، وكذلك التدخل السريع والذي يساعد على وقف اي مشاحنات او اي امور ممكن ان تتصل الى اشتباكات او ايا كانت. هذا يساعد على هدوء اللجان ويساعد على تسهيل عملية الاقتراع داخل اللجان الفرعية المنتشرة في محافظة سوهاج. مع بالرغم من أن زميلتي نشوى صالح في إسهابها الماضي تحدثت عن أن لجنتها أحد المرشحين استطاع الحصول على المقعد من الجولة الأولى، على العكس محافظة سوهاج لم يستطع أحد المرشحين الفوز بمقعد بأحد المقاعد، وهي التي تصل إلى 22 مقعدا خاصة بمحافظة سوهاج ومنتشرة على 12 دائرة لتستطيع
تستمر المنافسة بين 44 مرشحا على 22 مقعدا. ننتظر انتهاء اليوم والغد وعملية الفرز لتعلن عن مرشحين أو نواب سوهاج في برلمان 2015. بشكرك منذر أبو دوح، كنت معنا من سوهاج. ونتحول إلى مطروح وزميل السيد زيد. سيد، ما هي آخر متابعاتك حول التصويت داخل اللجان الانتخابية بمطروح؟ وإن كنت أسأل بشكل خاص عن مشاركة الشباب، وخاصة أن اختلاف نسبة مشاركة الشباب من محافظة إلى أخرى هذه المرة. سحر، دعنا نقول أن محافظة مطروح أبت أن تفرز مرشحين في الجولة الأولى، وأصبحت العادة هي من يحكم عمليات فرز الأصوات هنا في محافظة مطروح. يتم العادة في الدائرتين، الدائرة الأولى أربعة مرشحين منهم أربعة فردي مستقل، بينما الدائرة الثانية وهي اثنين فردي واثنين حزب النور. هناك أيضا عدد الأصوات الناخبين حوالي 23,927 صوت في مطروح جميعها، وأيضا حسمت قائمة لحزب حب مصر، قائمة حب مصر، والتي حسمت في الإسكندرية ومطروح والبحيرة. كلمة السر في هذه الانتخابات هي المرأة، وإن كانت مشاركة الشباب زادت عن المرحلة الأولى، ويمكن المؤتمر الاقتصادي المصري الدولة الذي يقيم في مطروح أعطى بارقة أمل لكثير من الشباب للنزول في العملية الانتخابية. كما قلت، تبقى المرأة هي كلمة السر في هذه الانتخابات، ومشاركتها بكثافة سواء بالنسبة للتصويت أو المشاركة في العملية الانتخابية، رغم أنها لم يحضرن أي منهن في جولة الإعادة، رغم مشاركة ثلاث سيدات في الجولة الأولى كانت 31%. أتوقع أن تزيد كثيرا أو تصل إلى 50% على مستوى المحافظة نظر الإقبال الكبير خاصة من الشباب، وإن كان هناك بعض عزوف من الشباب ولكن أكثر كثيرا من الجولة الأولى. هناك أيضا عدم اختراق لأي من العملية الانتخابية، وأيضا نتعرف أكثر من السيد المستشار أحمد هندي. سيد المستشار، حضرتك كلمنا عن سر العملية الانتخابية، وهل هناك أي خروقات في العملية الانتخابية؟ لا، العملية الانتخابية، بسم الله الرحمن الرحيم، العملية الانتخابية بتتم وفقا لأحكام القانون، وما فيش أي خروقات ولا أي مشاكل خالص. صباح اليوم جالي حوالي نسبة 5%، ودلوقتي وصلوا ل 12%، الأعداد في تزايد. عندي نسبة مشاركة للشباب بعكس المرحلة الأساسية الأولى. بدأت عملية التصويت وتتم الأعداد تكتر في مراحل اليوم وبعد الظهيرة إن شاء الله. هل هناك أي خروقات خارج اللجان أو داخل اللجان، وتعاملات حضرتك مع سواء المراقبين المحليين أو الدوليين أو المناديب المرشحين؟ لا لا لا، ما فيش مشاكل خالص ولا أي خروقات خالص، والسادة المندوبين عن المرشحين الأربعة هنا موجودين معايا بيلتزموا بالأحكام القانون والقواعد اللي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، وما فيش أي مشاكل منهم خالص. بيتم الفرز بصفة علنية أمام المرشحين؟ بيتم الفرز بصفة علنية أمام كاميرات التصوير وأمام المندوبين وأمام المتابعين المحليين والدوليين. شكرا سيادة المستشار. سحر، كما تابعنا سر العملية الانتخابية، وإن كانت تسير بهدوء في مطروح عروس البحور، ويبقى صوت المواطن هو من سيحسم، أو يبقى الصندوق هو من سيحسم من سيكون في البرلمان القادم، مصر الجديدة الذي يعد رأس الدولة الحقيقي لما له من امتيازات كثيرة سواء على الحكومة أو على السلطة التنفيذية أو على كافة السلطات الموجودة في مصر. أشكرك زميل سيد زين من مطروح، شكرا لك. وأشار المستشار مروان إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أخطرت السفارات المصرية بقرارها لوقف انتخابات الإعادة للنظام الفردي في كل من دوائر دمنهور والرمل بمحافظة الأسكندرية والوسطي وبني سويف في ضوء الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن. كما أعلن المتحدث أن نسبة تصويت المصريين المقيمين بدولة الكويت هي الأعلى من بين نسب تصويت المصريين المقيمين بالخارج بشكل عام، وذلك حتى منتصف اليوم. بالنسبة لتصويت المصريين في الخارج في اليوم التالي، طبعا الكويت تتصدر المشهد، أكبر عدد تصويت، يليها السعودية ثم الأردن. بالنسبة انتظم سير العمل بجميع اللجان الانتخابية الفرعية في الدوائر التي تجرى فيها جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. اللجان بدأت العمل في المواعيد المقررة بتمام الساعة 9 صباحا
وسط تواجد أمني مكثف من رجال الجيش والشرطة لتأمين العملية الانتخابية والتعامل بكل حسم مع أي أحداث تعكر صفو الانتخابات. يواصل الناخبون الادلاء بأصواتهم في اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية وسط أجواء من الأمن والاستقرار داخل وخارج اللجان. علشان خاطر أشارك بصوتي، ما ضيعش صوتي، أنا واحدة من المجتمع ولازم أن أنا أشارك بصوتي وأقول رأيي في اللي أنا هنتخبه اللي هيمثلني يعني في مجلس الشعب. جيت عشان خدمة الوطن، جيت عشان البلد تقف على حيلها، جيت ليه يعني؟ جيت واصول اي مصري لازم يساعد البلد عشان تقف على حيلها، وان شاء الله البلد هتقف على حيلها. عايزه اهم شيء الامان، مش عايزين اكتر من كده، امان والاستقرار للبلد مش اكتر من كده. الشباب اهم شيء، اهم مننا احنا، خلاص المهم الشباب. الناخبون بدورهم أكدوا على أهمية مشاركتهم في الاستحقاق الأخير لخريطة المستقبل باختيارهم لممثليهم من النواب في البرلمان الجديد. واجب وطني لازم الإنسان يقوم به عشان يعني يرضي ضميره ويرضي ربنا، والبلد تتقدم لأن تختار أحسن المرشحين اللي هيخدموك في وطنك وهيحطوا قرارات للحكومة عشان أحب بلدي وعايزة بلدي تبقى حلوة. احنا عايزين مستقبل لأولادنا، أولادنا يطلعوا يلاقوا وظائف، يلاقوا أماكن، يلاقوا شقق. يعني احنا مثلا يعني والدنا عمل لنا شقق، ما خدناش حاجة من الدولة أكتر من 30 سنة، أنا كان ليا فرصة إن أنا أتعين ما تعينتش، يعني من الجيل اللي وقع خالص في التعيينات وفي الحاجات دي كلها، فنفسنا أولادنا يطلعوا في مستقبل يلاقوا مستقبل أفضل. خرج المصريون للمشاركة في انتخابات مجلس النواب الجديد رغبة منهم في المشاركة الفاعلة بأصواتهم في هذا الاستحقاق. على منتصر النيل. أكدت غرفة عمليات وزارة العدل انتظام العمل بنسبة 100% داخل مقر اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة. هذا ويشرف على تلك الجولة الانتخابية أكثر من 16,000 من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة الذين يتولون الإشراف القضائي بصورة كاملة. أكدت بعثة الديمقراطية الدولية أن جولة الإعادة تسير بشكل سلس حتى الآن، وذلك خلال تفقد مراقبي البعثة عددا من لجان الجيزة والعجوزة بإجراءات التأمين من جانب عناصر الشرطة والقوات المسلحة. كما أشاد مراقب البعثة بإجراءات التأمين من جانب عناصر الشرطة والقوات المسلحة. كما أكد المراقبون متابعتهم لسير الانتخابات في جميع المحافظات والتي تجرى فيها جولة الإعادة، ويتابع عملية الاقتراع في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من الانتخابات العديد من منظمات المجتمع المدني المحلية، والبالغ عددها 81 منظمة بمشاركة أكثر من 17,000 متابع. أكد مصدر أمني بغرفة عمليات وزارة الداخلية اليوم انتظام الخدمات الأمنية بجميع اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظات 14 والتي تجرى بها جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. وأضاف المصدر أن القوات المكلفة بتأمين اللجان والمقار الانتخابية تتمركز بأماكن خدماتها أمام اللجان لتأمينها منذ 5 صباحا. وللتعرف على العملية الانتخابية في كافة المحافظات معنا بداية من الزميل عمرو عبد العزيز من مقر اللجنة العليا للانتخابات. عمرو، ما هي آخر متابعاتك حتى هذه اللحظة؟ فقدنا الاتصال بالزميل عمرو عبد العزيز ونواصل نشرتنا لحين العودة إليه مرة أخرى. أكد محافظ الجيزة الدكتور خالد زكريا العدلي أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقى حتى الآن أي بلاغات أو حوادث طارئة بشأن سير الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن عمليات التصويت في اليوم الأول تسير بصورة هادئة ومنتظمة. جاء ذلك خلال تفقد محافظ الجيزة الخدمات المقدمة لناخبين بمدرسة هشام شتا الإعدادية بالهرم وسير العمل باللجان الفرعية بها. وأشار المحافظ أن الجيزة تعد أكبر كتلة تصويتية في انتخابات مجلس النواب ب 4.8 من 10 مليون ناخب على مستوى 550 مركزا انتخابي، مشددا أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن بالمحافظة لمواجهة أي خروج عن القانون والتعامل مع أي مخالفات بمنتهى الحزم.
مع انطلاق جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، وصل الناخبون تصميمهم على إنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، حيث صارت العملية الانتخابية بهدوء ونظام في محافظة الجيزة. تم فتح اللجان في موعدها، والشرطة والجيش متواجدين في اللجان، والناس متعاونين، والحمد لله الأمور ماشية على قدم وساق. يعني اللجنة بتاعتنا على سبيل المثال فيها 2284 صوت، بيحضر الناخب بنشوف صوته من ضمن كشوف الناخبين، بنيوقع قرين صوته، قرين اسمه، بنديله الورقه بتاعه التصويت. مفيش اي مشاكل، مفيش اي خروقات، العمليه منظمه جدا. البوادر بتقول ان باذن الله ممكن الاقبال المره دي يكون احسن من الجوله الاولى باذن الله. وفي إحدى دوائر محافظة الجيزة وهي منطقة إمبابة، كان هناك إقبالا من المواطنين مع تعدد فئاتهم العمرية على التصويت في ظل تعاون القضاء ومراقبي اللجان معهم. لما بيكون في إنسان مريض أو عاجز أو مسن، أنا بنزل بالكشف وبطلع على بطاقته وبخليه يأدي صوته. أنا منتخب اللي يعمل لصالح البلد، لصالح البلد بس، مش اكتر من كده، مش لصالح الشخص. احنا طالبين حاجات بينا وبينهم اللي هم يعملوها المنطقه والاهل المنطقه بتاعتنا. عندنا مثلا حاجه زي الزباله بره طبعا، شكل ما ينفعش، مدارس محتاجه برضو صحه والكلام دوت كمنطقه امبابه. احنا لما اخترنا اربعه فاخترنا واحده مرشحه بتتكلم عن حقوق المراه، بتتكلم عن التعليم، عن حاجات كتير، عن الصحة وعن حاجات كتير، بس احنا اخترناها عشان يعني زي يعني ايه يعني هتحس بالبلد، تعرف الناس، تعرف الستات، ان هي هتحس بالمرأة اللي زيها. يبلغ اجمالي عدد الناخبين بمحافظة الجيزة 4.8 من 10 مليون ناخب، موزعين على 2219 لجنة فرعية و550 مركزا انتخابيا. شذا مجدي، النيل. ومتابعة لسير العملية الانتخابية بمحافظة البحيرة، معنا من هناك الزميلة ولاء الحديني. ولاء، آخر متابعاتك حول عملية التصويت مقارنة بالساعات الماضية. يعني بالفعل أتواجد الآن داخل أحد المراكز الانتخابية هنا بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة. هذا المركز الانتخابي يضم حوالي 10 لجان فرعية. هذا المركز الانتخابي من المقرر أن يدلي بصوته به، وهذا يحدث منذ الصباح الباكر. 24 ألف ناخب داخل هذا المقر الانتخابي. يعني كما تعلمين أن محافظة البحيرة تعد من المحافظات الأكبر من حيث المساحة على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ عدد الناخبين في محافظة البحيرة 2,976,740 ناخبا، يدلون بأصواتهم داخل 1,470 لجنة فرعية على مستوى محافظة البحيرة، وذلك في 9 دوائر انتخابية. كما تعلمين أن كانت الانتخابات تجرى في المرحلة في الجولة الأولى من المرحلة الأولى على 10 دوائر انتخابية، ولكن بعد أن تم قبول الطعون المقدمة من 20 مرشحا في مدينة دمنهور ضد أحد المرشحين الذي كان محبوس احتياطيا وحصل على 18 ألف صوت، بالفعل تم إلغاء، صدر حكم القضاء الإداري وتم إلغاء الانتخابات في مدينة دمنهور، وبالتالي أصبحت عدد الدوائر التي تجرى عليها الإعادة هي 9 دوائر فقط، ومنها الدائرة الثانية التي أتواجد فيها الآن، وهي دائرة مدينة ومركز كفر الدوار. فيما يخص الأقبال الآن، أقبال مكثف من قبل الناخبين على اللجان الفرعية، وخاصة في هذا المركز الانتخابي وهو المدرسة، مدرسة كفر الدوار الصناعية. الفئات التي رصدناها والكثافة التصويتية، الكثافة التصويتية، الإقبال مكثف على هذه اللجنة. وإذا بالفعل تحركت معي الكاميرا الآن سوف توصف المشهد بشكل أدق وشكل أكبر. هنا عدد كبير من الناخبين جاءوا يدلون بأصواتهم داخل هذه اللجان. الفئات العمرية المختلفة هنا هي فئات عمرية مختلفة، هنا الرجال وهنا كبار السن، هنا متوسط العمر، وإن كان الكبار
كبار السن دائما لهم نصيب الأسد من العملية التصويتية داخل هذه المحافظة. تحدثت هكذا عن هذا المركز الانتخابي، أما عن المراكز الانتخابية الأخرى فالحال يختلف كثيرا عن هذا المشهد، فهناك بعض المراكز الانتخابية في أماكن أخرى تشهد إقبال بعضها إقبال ضعيف والبعض الآخر إقبال متوسط من قبل الناخبين على اللجان الفرعية. إذا تحدثنا عن فيما يخص منظمات المجتمع المدني والمرور على اللجان، ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ محمود فايد عضو الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، سيحدثنا عن الخروقات وعن ما رصده منذ الصباح الباكر وما رصدته المنظمة على وجه التحديد. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أستاذ محمود، عايز أعرف من حضرتك من خلال جولة حضرتك والسادة المراقبين على اللجان الانتخابية هنا في محافظة البحيرة في الإعادة، ما هي الخروقات أو التجاوزات التي رصدتموها اليوم؟ التجاوزات اللي موجودة حاليا خارج في نطاق اللجان، خارج اللجان بيوجد توجيهات لبعض الناخبين بيوجهوا الناخبين لصالحهم، لكن داخل اللجان ما فيش اي انتهاكات خالص. هو الانتهاكات خارج اللجان بيوجه الناخب ان هو ينتخب الناخب لصالحه، دي الانتخابات. اما بالنسبه للامن اللي في تكثيف امني والمنظومه منظمه وتمام، يعني مفيش اي حاجه بالنسبه للامن. ذكرت دلوقتي ان هو في خروقات امام بعض اللجان، يعني ممكن حضرتك تكلمنا على وجه التحديد هذه اللجان مثل مركز مدينه، يعني اذكر لنا اسماء هذه المراكز والمدن على وجه التحديد. حضرتك في كفر، هنا في كفر الدوار في يوجد هنا في لابتوب بره وبيشوفوا الناس الاسماء والارقام ويطلعوها ويوجهوه للناخب لصالحه. يوجد ناس في بيوجهوا بالناس بارقام وبصور يوجهوها لنفس الناخب، يعني اللي انا شفناه قدام اللجان. فيما يخص الكثافه التصويتيه، يعني تعليقها الكثافه التصويتيه، يعني هي في تزايد، يعني اللي كان متوسط ثم بتزيد فبتزيد، ويمكن في اخر النهار ان شاء الله هتبقى فيه كثافه زياده، يعني ان شاء الله يعني. شكرا. يعني هذه كانت عن بعض الخروقات، وان كنا في الصباح الباكر قد ذكرنا ان عمليات ان قوات الامن قد نجحت في احباط عبوه ناسفه في مدينه الرحمنيه امام احد المراكز الانتخابيه. اليوم ايضا هناك خروقات كثيره في بعض الدوائر مثل حوش شيسه وابو المطامير، خروقات اخرى وردت الينا من غرفه العمليات بمحافظه البحيره مثل تعطيل وقطع بعض الاماكن، قطع وتعطيل حركة المرور، وذلك من أجل عدم سير العملية الانتخابية بنجاح، ولكن العملية تسير بنجاح حتى الآن. يعني أود أن أشير إلى جزئية معينة، وأنه منذ حوالي ثلاث ساعات هذا المكان وهذه الدائرة ومدينة كفر الدوار كان الطقس سيء للغاية وكانت تشهد تساقط الأمطار، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه اللجنة كانت لازالت تقبل إقبال مكثف من قبل الناخبين. نعم إليك. أشكرك الزميلة ولاء الحجيني، كنت معنا من محافظة البحيرة، ونتحول إلى محافظة أسيوط والزميل علي فتحي. علي، بداية آخر متابعاتك حول عملية التصويت باللجان بأسيوط وأيضا ما رصدته اللجنة العليا للانتخابات من مخالفات، ما الذي تم بهذا الشأن؟ للأخبار، يعني لا توجد حتى الآن أي خروقات تخص محافظة أسيوط، ولم يعني يتسنى لنا أي من رصد أي من المخالفات. منذ قليل كان يتواجد داخل المدرسة الزخرفية الثانوية وهي مقر اللجنة الأولى العامة التي يعني تستحوذ على اسم اول وثاني اسيوط، وفد من حقوق الانسان التابع لمنظمه الامم المتحده. يعني تحدثت معهم وقالوا لي ان العمليه الانتخابيه داخل محافظه اسيوط تسير بسيوله ويسر وسهوله ايضا من قبل الناخبين داخل لجان الاقتراع، ولم يرصدوا اي خروقات في جوله الاعاده حتى الان. جميع اللجان فتحت ابوابها منذ التاسعه صباحا، ولم تتاخر اي لجنه على متن التسع دوائر داخل محافظه
محافظه اسيوط. فيما يخص الاقبال على العمليه الانتخابيه داخل محافظه اسيوط، يعني على عكس المتوقع الاقبال ضعيف نسبيا مقارنه بالجوله الاولى. ده طبعا طبقا لان حسمت من الجوله الاولى الخمس مقاعد الخاصه بالقوائم، وايضا حسم مقعدين من العشرين مقعد الخاصين بالمرشحين الفرديين. وهنا في محافظه اسيوط يتنافس في جوله الاعاده 36 مرشحا على 18 مقعدا، منهم 17 مرشحا حزبيا و15 مرشحا مستقلا داخل المحافظه. وايضا مع انكسار موجه الحراره وانتهاء ساعات العمل الرسميه وانتهاء فتره الراحه التي اقرتها اللجنه العليا للانتخابات داخل محافظه اسيوط، يعني من المتوقع ان يكون هناك تباين او يعني زيادة نسبية نوعا ما في عدد الناخبين داخل المحافظة مقارنة بالجولة الأولى، لأن طبيعة الشعب الأسيوطي أنه يعني يتوافد على لجان الاقتراع مع قرب غلق صناديق الاقتراع، وهذا ما حدث بالجولة الأولى ومن المنتظر أن يحدث في الجولة الثانية. أشكرك زميل علي فتحي، كنت معنا من أسيوط، وللمتابعة أيضا معنا الزميل أنس النمر من شلاتين. أنس، آخر متابعاتك، وخاصة أن شلاتين من المحافظات التي زادت بها نسبة التصويت عن باقي محافظات الجمهورية. بالفعل نحن معكم الآن على الهواء مباشرة من مدينة الشلاتين، حيث نقدم لكم صورة للمشهد الانتخابي، انتخابات برلمان 2015. اللجان الانتخابية بدائرة الشلاتين شهدت منذ الساعات الأولى لفتح مقر اللجان الانتخابية إقبالا كبيرا من المواطنين الذين جاءوا من كل مكان، من كل المناطق المحيطة بمدينة الشلاتين وحلايب وأبو رماد، للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات الهامة بالنسبة لهم، والتي سيمثلهم فيها نائب تحت قبة مجلس النواب 2015. الإقبال كان متزايدا في الساعات الأولى وحتى بعد عصر هذا اليوم، الإقبال الآن يعني إقبال متوسط. اللجنة التي أتواجد فيها الآن تبلغ القوة التصويتية بها 2600 ناخب، بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في هذه اللجنة 600 ناخب، وما زال هناك الكثيرون الذين ينتظرون دورهم للدخول إلى اللجنة للإدلاء بصوتهم في هذه الانتخابات. أيضا اللجنة الخاصة بالسيدات وصل عدد السيدات اللائي أدلينا بأصواتهن في هذه الانتخابات إلى أكثر من 500 سيدة. اللجنة طبعا القوة التصويتية لها، لجنة السيدات، تصل إلى 2549 ناخبة. إذن الانتخابات في جولة الإعادة والتي يتنافس فيها اثنان من المرشحين في الدائرة الثالثة دائرة الشلاتين تسير في هدوء تام، ولم تحدث أي مشكلات تعكر صفو العملية الانتخابية. المستشار فوزي عبد الرحمن رئيس اللجنة العامة لدائرة الشلاتين كان متواجدا داخل اللجنة وتقابلنا معه، وصرح لنا بأن عملية الانتخابات تسير بهدوء تام، وأنه مر على غالبية اللجان في هذه الدائرة ولم يسجل أي ملاحظة أو أي مشكلة حدثت داخل أي لجنة من اللجان. كانت اللجان قد فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، والاستقبال الناخبين الذين جاءوا كما قلت آنفا من كل المناطق المحيطة بمدينة الشلاتين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة من مدينة الشلاتين. يمكن الصورة بتوضح خلفي أن هناك العديد من المواطنين الذين يجلسون انتظارا لدورهم للدخول إلى لجنة الانتخابات للإدلاء بأصواتهم. لم تحدث أي خروقات خارج اللجنة الانتخابية من أي من المرشحين، لم تحدث أي مشكلات داخل أو خارج اللجان. تنظيم طبعا من القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية لدخول وخروج المواطنين. يوجد أيضا يعني كراسي لكبار السن لسهولة دخولهم إلى لجان الانتخابات. يوجد مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن لدخول لجان الانتخابات. هذه اللجنة التي أقف الآن أمامها لجنة رقم واحد بمدينة الشلاتين تسير فيها الانتخابات كغيرها من لجان الدائرة الثالثة في هدوء تام. أشكرك الزميل أنس النمر من مدينة الشلاتين، شكرا لك. أصدرت غرفة إدارة الأزمات والكوارث بوزارة الصحة والسكان تقريرا مبدئيا بالحالات التي تم التعامل معها في جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب التي تجرى اليوم وغدا.
وأكد التقرير تسجيل 8 حالات مرضية بمحافظات أسوان، المنيا، الفيوم، مطروح، الأقصر، أسيوط، بالإضافة إلى تسجيل 7 حالات إصابات بمحافظات سوهاج وأسوان والفيوم والأقصر. هذا وتتابع غرفة الأزمات والكوارث من خلال رؤساء القطاعات وممثلي هيئة الإسعاف والرعاية العاجلة التواصل مع جميع الجهات المعنية بتأمين العملية الانتخابية لمتابعة سير عملية التصويت خلال جولة الإعادة. قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة قبول الاعتذارات المقدمة من 4 قنوات فضائية عن المخالفات التي رصدتها لجنة متابعة ما يذاع من وسائل الإعلام عن انتخابات مجلس النواب في شأن الدعاية والتغطية الإعلامية للانتخابات. وقررت اللجنة التنبيه على القنوات الأربع المذكورة بعدم تكرار تلك المخالفات مستقبلا، كما أنذرت أيضا قناة بعدم تكرار المخالفات التي رصدتها لجنة متابعة ما يذاع في وسائل الإعلام متعلقا بالانتخابات. ونختتم جولتنا بجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، حيث بدأت مباحثات القمة الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. كان الرئيس السيسي قد وصل إلى دولة الإمارات في وقت سابق اليوم في مستهل جولته الخارجية التي تشمل أيضا كل من البحرين والهند. وتهدف زيارة الرئيس للإمارات والبحرين إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والبلدين، لا سيما في ضوء التحديات الإقليمية والأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي. كما يبحث رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى الهند تعزيز التعاون المشترك على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، فضلا عن مشاركته في قمة منتدى الهند إفريقيا التي تعقد في نيودلهي يوم الخميس المقبل. وختاما نذكر بأهم ما جاء في نشرتنا من أخبار. تواصل عمليات التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب ب14 محافظة. المتحدث باسم العليا للانتخابات يؤكد انتظام سير العملية الانتخابية بجميع